فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا؟ الغضب على ثلاثة أنواع: الغضب الذي في مبادئه ومعه شعوره هذا يقع، تصرفاته تصح وتقع. الثاني الغضب المستغلق اللي ما يدري وش يقول ولا يدري يتصرف، مستغلق، هذا لا يقع منه شيء، لا طلاق ولا غيره. الثالث الغضب المعتاد اللي يتصور ما يقول وهو أشد من العادي، هذا أيضا يقع تصرفه ويصح تصرفه ويصح تبرعه ويصح تصرفاته، لأنه في حكم غير الغضبان. الغضب ما حد يسلم منه، الغضب ما حد يسلم منه. نعم. وكذلك حفظك الله، للشيخ ابن القيم رسالة: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.